بكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله، الحلقه هذه غادي نخصوها الفيتين، كيفاش غادي نعملوا له يعني باش كيكون متواجد عندنا، باش اللي ما كي يعني عنده عذر كيفاش غادي يمشي يشريه ولا بعيد عليه ولا يعني كينقام بوالو، يعني مقادير بسيطة كما كتلاحظوا. عندنا هنايا البيض، عندنا الزبدة، عندنا الفاني، عندنا ملح، عندنا دقيق، سكر كلاص. إن شاء الله المقادير مكتوبة في صندوق الوصف كما كتلاحظوا. عندي 100 غرام ديال الزبدة، هاد الزبدة غادي نذوبوها، وعندي 100 غرام ديال بلوندوف يعني بياض البيض، وعندي واحد ملعقة صغيرة مسوحة ديال بودرة الفانيل، أو عملوا جوج ساشيات ديال الفاني. وعندي هنايا 100 غرام ديال السكر الثقيل، السكر كلاص الممتاز. وعندنا هنايا 100 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا واحد قرصة ديال الملح. دابا إن شاء الله غادي ندوب هاد الزبدة ونولي معكم. وهنايا دابا من بعد ما ذوبت هاد الزبده هادي كما كتلاحظوا، وهنايا الدقيق اللي كان هنا رجعته هنا ان شاء الله باش غادي نخلط في هاد البول هذا. ان شاء الله غادي نعملو هاد بياض البيض، يعني الطريقه سهله. هاد الملح، وهنايا غادي نعملو هاد السكر كلاص، غادي نعملو مع هاد الفانيل هذا، يعني بطريقة سهلة ماشي صعيبة، ما فيها لا تعقيدات لا والو. هاي كنخلطو مزيان بحال هكدا، كما كما كتلاحظوا. دابا ان شاء الله غادي نعمل هاد الزبده، وهاد الزبده هادي يعني زبده عادي كيف ما بغيتو تعملو. انا عملت الزبده ديال الاكل، يمكن ليكم تعملو الزبده ديال مارغرين ولا اللي ربح اللي حبيتوها، من الأحسن الزبدة ديال الأكل. هانتوما دابا غادي نضيفو الدقيق شوية بشوية، الدقيق خصو يكون مغربل، السكر كلاص عاوتاني يكون مغربل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العجين ديالو كيف عامل، يعني بحال هكذا خصو يكون. وهنا نجيبو واحد الورق الطاهي بحال هكذا، وغادي نعملو عليه واحد القليل
بحال هكذا. وهنايا بقى نمشيو مع هاد السباتول هادي، خصنا نعملوه رقيق بزاف، يعني نرققوه بزاف بحال هكذا. يعني هادي هي اللي كتكون، هذيك اللي كتكون في الطارت مثلا، اللي ما كيعرفش هذيك الطبقه المقرمشه. كنعملوا هاد الورق على سطح العمل بحال هكذا، باش لاطا ما غاديش تشد لينا الكيزميتو. ما شاء الله تبان لكم مزيان. والفران يكون سخون، ملي نطرحو نعملو له 180-170 درجة على حسب الفران، على حسب السخونية اللي كيسخن الفران. المهم تتقابلوه سواء فران عادي ديال الغاز أو ديال الكهرباء، يعني غادي تحضيو ملي تشوفوه بدا كيتحمر ولا اللون ديالو ذهبي نزولوه. هانتوما بحال هكذا، يعني كتجي ورقه رقيقه بحال هكذا. هانتوما بحال دابا ان شاء الله دابا غادي نعمل ليها اللاطه ديالها. التركيبه ديال اللاطه كتجي سهله، كناخذوا الورق بحال هكذا وكنعملوا اللاطه من التحت بحال هكذا. انتما صافي، دابا ان شاء الله غادي نديوها للفرن فاش طيب ان شاء الله، نولي معكم نشوفوا الشكل ديالها النهائي. وهانتوما دابا الفوتين ديالنا وجد كما كتلاحظوا، كيطلع يعني طريقه سهل ورائع، وما كيتعطلش في الفران، يعني 4 دقائق 5 دقائق بحال هكذاك ما كيتعطلش، كتشوفو كيتحمر هكذا جبده. لحقاش الفران عندي انا ما مريقش في الطياب باش كيجي احمر كامل، ولكن مع داك الفولتيلاتور عندي الفرفاره ما كتسكتش، كتبقى دائما خدامه. وهنايا من الاحسن نتوما كتسكتو الفرفاره، ها نتوما بحال هكذا كما كتلاحظوا، يعني كتطلع بحال هكذا ساهل. ها نتوما ان شاء الله يبان لكم مزيان، انتما كيطلع مقرمش وكيطلع رائع والمذاق رائع ديالو. انتما بحال هكذا، وهذه البلاصه اللي كتلقاوها بيضاء بحال هكذا يمكن لكم تزولوها ماشي مشكل. انتما هانتوما اللي كينقام عليه الفوتير كيكون غالي شويه، يعني علاش غالي؟ لحقاش ما كيوزنش، كيكون كميه كثيره باش تعطيك كيلو. هنايا راه كاين في المحلات كاين ديال 100 درهم، كاين ديال كثر، كاين اللي كيعدلوه باللوز، كاين اللي كيعدلوه بكل حاجه باش كتعدل. هانتوما ان شاء الله يبان لكم مزيان دواء الفوتين ديالنا. ان شاء الله غادي اللي جربوا
ان شاء الله راه غادي يعجبو بزاف. دابا هذا هو الفيتين ديالنا كما كتلاحظوا، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه، غادي يطلع لكم مزيان، وغادي دائما ان شاء الله غادي تبقى تستعملوه، وكيجي رائع في الطبقه المقرمشه، في لي تارت او في لي ترونش، اي حاجه عملتوها فيه كيطلع رائع مع الشوكولا ومع اي حاجه. ودابا وصلنا لنهاية الحلقة، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقة هذه، والى اللقاء في حلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.